بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ازيكم شباب، مكملين مع بعض بقيه فيديوهات توتوريالز 101 ان داتا اكسس. هنكمل مع بعض بقيه الاوبريتورز في اللينك يو، يعني الى حد ما قربنا نخلص، مش عايز الناس تقلق. بعد كده هيكون في كام فيديو بعمل عليهم امثله على كل الاوبريتورز، وبعد كده هنبدا ناخد لينك يو تو سيكوال، وبعدين ابتداء نبدا نتكلم عن الانتيتي فريم ورك. يمكن الليست بتاع الداتا اكسس لحد ما كبيره، بس هتحط فيها ايشوز كتيره انت محتاجها، زي البي او سي او وشغل الكود فيرست والموديل فيرست في الانتيتي فريم ورك. ارجو ان انت ما تزهقش، وكمان تدعمنا اكتر بفكره اللايك والسبسكرايب والشيرنج على قد ما تقدر. طيب هنتكلم ايه في الفيديو ده؟ على تيك وتيك وايل، وتعالى نتكلم مع بعض. احنا اتفقنا في الامثله اللي فاتت ان احنا عندنا اتنين كوليكشن بنشتغل عليهم، واحد اري من نوع نمبر انت، وواحد ليست مبني على الكلاس بتاع امبلوي. طيب احنا هنتكلم دلوقتي عن الاوبريتورز اللي اسمه تيك. علشان نبسطه، هو لايك توب او زي توب في جمل الاستيتمنت بتاعت اس كيو ال كويري. طيب لو انا عايز اجيب ثلاثه من اصل الليسته دي او اربعه، هعملها ازاي؟ هاجي هنا اقول فور نمبر تيك، وهاجي اقول بيساوي نمبرز دوت تيك، واجي هنا اقول له اديني تيك اربعه الكاونت بتوعي مثلا. يبقى انا بقول له انا هاخد اربعه. طيب الاربعه دول هيجوا ازاي؟ تعال نشوف بقى الفور ايتش هتجيب هتظهر لي الكلام ده ازاي. فور ايتش انت، وانا الكوليكشن بتاعي هشتغل على نمبر تيك، وهاجي هنا اقول له كونسول دوت رايت لاين واطبع لي الايضا. ببساطه كده يا شباب، لو احنا حطينا كونسول دوت رايت لاين وبدات اطبع الدنيا بتاعتي هنا، اقول مثلا ديت تيك، وتعالى هنا نعمل ران. في انا حاطط سنجل كوتيشن، انا اسف، دبل كوتيشن، وتعالى هنا نقول ران. فقال لي تيك جاب لي واحد واثنين وثلاثة وأربعة، وهم دول الأربعة الأولانيين. طبعا بعض الناس هتقول لي طيب ما هي الفكرة ديت ممكن تبقى شبه اسكيب كده. لا، اسكيب كنت بلهي أول أربعة، يبقى علشان نفرق ما بين اسكيب وما بين تيك، تيك هات لي أول أربعة، لكن اسكيب الغي لي أول أربعة يعني هتجيب لي خمسة وإيه؟ خمسة وستة، لكن تيك معناه هات لي أول أربعة. طيب لو انا عايز ابنيها مثلا على الشكل بتاع الامبلوي، فاجي هنا واقول له مثلا var select emp. طب select emp بيساوي مين؟ employees dot take مثلا 3، عايز اول 3. طيب فور ايتش احنا هنلوب على امبلوي، والكوليكشن بتاعي سيلكت ام، وهقول له كونسول دوت رايت لاين يا ريت تطبع لي، وهاجي هنا اقول لك 0 سلاش تي 1 سلاش تي عشان اعمل تاب واتنين، وتعالى نحط القيم item dot الاي دي او النيم، بلاش الاي دي نظهره، و item dot city، واخيرا item dot السعر. لو انا جيت هنا هناخد دول كوبي، وهاجي هنا اعمل لها بيست، واقول take with employee، وتعالى هنا نعمل ران. ظهر عندي الاولاني واحد واثنين وثلاثة واربعة، دول التيك العاديين، لكن التيك التاني جاب لي اول ثلاثة اللي هما المفروض ريتاج واسامة ومريم. لو لاحظنا كده ريتاج واسامة وايه ومريم. طيب ممكن ابني نفس الجملة ديت بس بشكل تاني، نقول مثلا مع شوجر اكسبريشن الشكل بتاعنا. طب هجيبها مع شوجر اكسبريشن ازاي يا شباب؟ هاجي هنا واقول له فور كويري بيساوي فروم كيو ان
امبلويز، انا عايز اسلكت كيو، وبعدين طبعا ممكن ابني شرط هنا، وبعدين هقفل القوسين كده كأن دي جملة سيلكت كاملة، وبعدين ابدأ اقول له دوت تيك مثلا فور، يبقى هتجيب لي منهم اربعة. ونفس الجملة بتاعت الفوريتش هي اللي انا هشتغل بيها، مع اختلاف بس ان انا هنا هشتغل على مين، على كويك. نفس الناتج بس هناخد هنا فاصل بس ما بينهم كده، وتعالى نعمل رن. في الاولاني هجيب 3، في التاني جبت 4، 1 2 3 4، وصلنا الرامي، لكن هنا كان اخرنا ايه؟ مريم. كده يبقى احنا وضحنا كمان ممكن تكتب التيك بالشكل ده ازاي. طيب تعالى بقى نتكلم على النقطة التانية، وهي التيك وايل. والتيك وايل معناه ان انا ابنيها على شرط، ويكون عندي شرط معين اجيب فيه. انا بقول له انا عايز هات لي بس اللي اقل من او اللي اكبر من 2. هات لي اللي اكبر من كام؟ من 2. طيب هجيبها ازاي دي؟ تعالى مع بعض كده. من الاول احنا هنتكلم على تيك وايل، يعني ابنيه على شرط. هناخد الكلام ده كوبي بيست تيك وايل. عايز بقى اشتغل على النمبر الاول، فهاجي هنا اقول له بار نم بيساوي نمبر، دوت تيك وايل. لما بفتح تيك وايل المفروض ان هو بيديني اكسبريشنز، فانا هقول له مثلا نمبر، او خلينا ماشيين على نفس الشكل بتاعنا، كيو حيثما كيو مالها تكون مثلا طول ما لو هي اكبر من 2. انا بقول له هات لي اللي اكبر من كام؟ من 2. طيب هيعمل ايه؟ تعالى الاول نقول له فور ايتش، ونبدا نقول له انا هشتغل على انت، والكوليكشن بتاعي هيكون نم. كده معناها هات لي الاكبر من 2، يعني المفترض هيجيب 3 و4 و5 و6. تعالى نعمل اكسكيوتنج على الكلام ده، بس بعد ما نكون طبعنا قيمه الايتم. تعالى الرن نشوف اخر حاجه تحت. هو طبعا هنا ما جابليش اي داتا. طيب ليه ما جابش داتا؟ لان المفترض ان الشرط بتاعي يكون مبني بالعكس، يعني ما تجيبليش الاكبر، لا انا عايز التيكنج من الاول. يعني المفترض ان انا هقول له يكون اقل من، نفس فكره الاسكيب، يكون اقل من 5. كده انت بتقول لي اقل من 5، يبقى انا هجيب لك 4 و3 و2 و1. تعالى نعمل رن. فبالفعل جاب لي 4 و3 و2 و1. يبقى لازما وانا بشتغل اخد بالي ان انا من البدايه اسكيب اللي في النص، او اسكيب اللي في الاخر، اسف. تمام، فكده الاشاره بتاعتي ايه؟ تكون سليمه. طيب لو انا حبيت اعمل الكلام ده مع امبلوي عشان يبقى طبقناه مع امبلوي، كوبي بس السطر ده، اجي هنا اعمل له بيست، وتعالى هنا نقول له وايل. طيب هنعمل الكلام ده مع امبلوي ازاي؟ لو قلت لك بار كويري، هعمله الاول كويري تو عشان في كويري فوق، دوت فروم كيو ان امبلويز، وهاجي هنا اقول له سيلكت كيو، وهقفل قوس على السيلكت بتاعي عشان ابدا اعمل تيكنج منها. وهاجي هنا واقول له دوت تيك وايل. طب انت هتيك وايل ايه؟ كيو حيثما كيو يكون ماله اكبر، اسف، اقل من كيو دوت دوت الاي دي. لما يكون الاي دي اقل من مثلا 5، هات لي اللي اقل من كام؟ من 5. ونفس القصه هاجي هنا واقول له فور ايتش، وتعالى هنا نقول ان احنا بنشتغل على امبلوي، والكوليكشن بتاعي كويري 2، وعايز اطبع الايتم. المفترض كده يجيب لي من اول واحد لحد 5. طبعا هو هنا بدا يطبع لي امبلوي 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 امبلوي، المفترض هم دول مجموعه الامبلوي. طب هو ليه طبع كده؟ لان انا طبعت ايتم بس، انا اشتغلت من كوبي من نمبر. المفروض تقول لي مثلا دوت النيم علشان اقدر اشتغل معاك دوت مين النيم، يبقى انت كده هتطبع لي النيم، لان ايتم هنا شايله امبلوي كامل. فلما اعمل ران بدا يطبع لي ريتاج واسامه ومريم وايه
ورامي. لو احنا جينا طلعنا فوق كده، واحد اتنين تلاتة أربعة. طب خمسة؟ لا مش معايا. لو أنا محتاج خمسة هقول له هنا إيه؟ or equal. افترض إن أنا أقول له هنا or equal وأعمل run، ففعلا جاب لي زايد اللي هو الخامس. تمام؟ طيب ديت لو أنا عملتها بالشكل ده. ممكن أعمل وير ومن جوه وير، يعني ممكن أقول له وير ال مثلا السالري كيو دوت السالري يكون جريتر ذان مثلا 3000. احنا عندنا كام واحد اكبر من 3000؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، في اربعة انا عايز منهم اتنين بس. هاجي هنا واروح جاي قايل له ايه؟ اتنين. وتعالى هنا نعمل اكسكيوت. طبعا الريزلت هنا، لان المفترض ان انا قلت له اتنين بس. طب التيكنج ده مش المفترض ان انت هتجيبهم لي بصيغه عشوائيه؟ المفترض بقى ان انت كنت تعمل ايه؟ لو انا عايز ابني نفس الشكل ده بس مع لندا اكسبريشن هيكون ازاي عشان يبقى صح؟ هاجي هنا مثلا واقول له بار كويريز 3 او كويريز 3 ايكوال امبلوي دوت وير لما يكون كيو حيثما كيو دوت السالري جريتر ذان 3000 دوت سيلكت. انا عايز اقول له ان انت تجيب السيلكت. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لما اجي هنا واقول له فور ايتش، واجي هنا اقول له امبلوي الكوليكشن بتاعي هو كويري. طبعا انا هنا بقول له سيلكت، طب هو معترض ليه؟ المفروض ان سيلكت تاخد مني قيمه. طب انت هتسلكت ايه اصلا؟ هسلكت كيو او هسلكت كيو دوت حيثما كيو دوت النيم. يبقى انا هنا قلت له هسلكت السالري، هات لي السالري من الموظفين. طب امبلوي جوه الكويري التالت، يبقى انا هشتغل بامبلوي مش امبلويز. حلو كده. طب وهاجي هنا اقول له كونسول دوت رايت لاين اطبع لي قيمه مين؟ قيمه ايتم. طبعا سيلكت هنا الاكبر من خمسه هو ليه معترض؟ يعني انا هنا المفترض ان انا راجع بقيمه، بقول لك هتجيب لي كل الناس لما السالري بتاعها اكبر من 3000 وهتسلكت لي السالري. طب انا لما عملت سيلكت للسالري مش المفترض ان انا راجع بقيمه السالري بس؟ طب السالري امبلوي؟ لا طبعا، السالري بقى عباره عن حاجه من نوع ديسيمال، فانا هقول له ديسيمال. تمام؟ ها مش امبلوي بقى، ديسيمال الرقم اللي جوه كويري ايه؟ 3. وابدا اطبع لي الرقم ده كده على مستوى الكل، يعني كده على مستوى الايه؟ الكل. لو انا عملت ران وبص لاخر حاجه تحت 4000 3000 ونص 6000 6000 ونص، يبقى انا كده قدرت اجيب كل مين؟ كل الناس دي. تمام. طيب ينفع اجي هنا واقول له تيك هتجيب لي مين؟ اول اتنين. يبقى انا بقول له هتجيب لي منهم اول اتنين. لو جينا عملنا ران بقى عندي 4000 وكام؟ و5000. يبقى انا هنا مشيت بالتتابع برضه، ان انا وير بعدين سيلكت وبعدين بدات اخد من السيلكت اللي انا رجعت بيه التيك اللي انا عايزه. خلي بالك ان الحاجات دي هتبان اكتر في شغل الداتابيز. بكده يبقى احنا شفناها كمان لاندا اكسبريشن، وشفنا تيك مع وير، وشفنا تيك وير وتيك لوحدها، وخدناها في شكل الاري العدد، وخدناها في شكل لو انا بتعامل مع داتا سورس لايك ليست، ولو هي مع وير هتبقى ازاي، ولو حبيت اكتبها لاندا اكسبريشن بالشكل ده هتكون ازاي. ارجو ان الفيديو ده يكون وضح لك فكره تيك وتيك وايل. لو عجبك الفيديو ريت تعمل لايك، وريت تعمل سبسكرايب عشان تجيلك بقية الفيديوهات اللي بنعملها على القناه. بشكر كل الناس اللي بتدعم القناه من خلال اللايك والسبسكرايب والشيرنج. يا ريت تشير الفيديو على قد ما تقدر، خليك ايجابي ما توقفش المعلومه عندك. شوفك خير، اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.